المتجول في شارع مولاي يوسف بمقاطعة سيدي بريوط الدار البيضاء يصطدم بالكثير من الفضلات التي تقذفها أسراب أبو قردان أو طيرابقر كما يسمونه المغاربة، والذي تكاثر بشكل لا يصدق متسببا روائح كريهة بالإضافة إلى جثث الطيور المصابة بالفيروسات والتي قد تضر بصحة أبنائها البيضاء. بالنسبة لد الطيور اللي كاينين هنايا في الاشجار، علاش ما كاينينش حدا القهاوي؟ الوغ ملي كتكون دايز من هاد ليسباس كامل وكتمشي حدا القهاوي، علاش كيبان لك ما بقاو لا عو ولا حتى شي حاجه؟ علاش؟ حيت هما غيكونوا كيديروا شي دواء تما كاين دوك الاشجار وشي حاجه، اما انا راه كتمي دايز طيح لك البزق حاشاك على كتفك ولا شي حاجه ما هي تما والو، خاصهم الميزانيه وداك الشيء يصرفوا في هاد الشيء. طير بقر طيور من الطيور اللي كاين هنا في كازا، وهي كتشكل واحد العائق بالنسبه للمره هنا، سيرتو بنادم اللي كيكون غادي يدايز وداك الشيء تا كيطيح عليه شي بزقه من الفوق ولا شي حاجه، يعني كيبان ليا ما عندها حتى شي دور في هاد المنطقه هنا. هي موجوده بزاف وسيرتو في العشيه كتعطي واحد الريحه خايبه، وبالنسبه لكازابلانكا اللي كانت واحد المعلمة تاريخية بالنسبة للدار البيضاء وبالنسبة للناس اللي كيجيو يترينيو، وهذا بالنسبة لدابا ما بقاش كي كانت شحال هذه. بجانب شارع مولاي يوسف قد تمر بالقرب من معلمة رياضية دون أن تدرك أنها أنجبت أبطالا أولمبيين من حجم نوال المتوكل. كاينين الابطال ولاد المدينه القديمه تيبغيو يترينيو الساعه ما كاينش فين يترين، كاينين فضاءات غاليين 5000 درهم 6000 درهم، والدراري ما عندهمش امكانيات ديال هاد الثمنه، وعندنا غير هاد الفضاء الواحد اللي كنجيو نترينيو فيه كيف ما كيعرف الجامع، روائح كارهه وبزاف د الحوايج ما تخليوناش نترينيو، ورغم ذلك كنجيو الله يدير شي تاويل ديال الخير، وكنتمناو من المسؤولين يديروا لنا شي فضاء. الدراري كاينين باغيين يترينيو ولكن ما كيلقاوش كيفاش كيتعاطاو المخدرات، وهادشي اللي للاسف تيضر بنادم. كازابلانكيز فضاء ما زال يقاوم البقاء ليتحول من مكان للترويج عن النفس وممارسة الرياضة إلى مرتع للدهارة وممارسات الشدة. كنلقاو جو غير أمني بالنسبة للناس هنا اللي كيتعطاو المخدرات، وهاد الآفة الاجتماعية ديال الشباب كيجي يتعطى المخدرات هنا ما كيخليناش نترينيو في الجو ديالنا. كاينين بزاف ديال العوامل الأخرى، منها التهيئة ديال هذا المجال الحضاري اللي خصو يكون جميع المواطنين اللي يجيو يتريضوا فيه ويستافدوا صحيا، فمن المعطيات كامله ما كتبينش باننا في جو رياضي محض، وما كتعكر الصفو ديال الجو ديالنا اللي حنا جينا على قبله. والبارح جيت اخويا باش نتريني، ديت جريت طلعت باش نتريني شويه، تشري شويه العصاب وداك الشيء ونضرب شويه التراكسي، ولقيت واحد شاد وحده منا وواحد شاد وحده منا والاخرين حاطين الشراب لهين، واحد الروينه والريحه ديال البول حشاك راك عارف، حنا كنجيو نبغيو نترينيو زعما باش نهربوا من واحد البيئه خايبه، كنجيو كنطيحوا عاوتاني في واحد البيئه اخرى عاوتاني خايبه هنايا، فهمتي؟ يعني هادشي راه خاص المسؤولين وهادشي هما اللي يتدخلوا في هادشي. وفي ظل المشاريع التاهيليه للمرافق الحيويه للمدينه، لازالت المعلمه الرياضيه واقدم شوارع البيضاء تعيش على واقع الاهمال والتهميش في انتظار دور قد يأتي أو لا يأتي لإعادة الاعتبار لمركز العاصمة الاقتصادية.